جمال قبل ما نبداو لي زاسوس بعجاله فكرنا بلو برينسيپ ديال اللعبه. 50 واحد في الطياره كيتلاحوا كل واحد في بلاصه وحدايا ولا كل سكواد في بلاصه وحده كيجمعوا السلاحات. من بعد كتجي واحد الزون كتجمعهم. هاد الزون هادي ما كنكونوش عارفينها في كل جيم. كل جيم كتجمع في بلاصه وحده وفي نفس الوقت خصو يبقى مسيرفاجي واحد ولا سكواد واحد وكيجيب هو اللي كيجيب الوين. انت كنشوف لي فيديو ديالك كتلعب بزاف بداك الثلج اللي كتحميك من الضربات ديال لي زادفيرسير. واش هي تكنيكمون صعيب انك تحطها؟ على حساب التليفون وعلى حساب نتايا واش كتحطها دغيا ولا وهاد الثلجه هادي كتصلح باش تريفاي في صاحبك ولا كنتي في الاوبن وما كانش حداك الشجر فين تخبى ولا الديور ولا هادي. تفرجت في الفيديوهات ديالك كيبان لي واحد الباندا دائما تابعها. شنو هو الرول ديالها؟ هاد الباندا هادي كيما شنقول لك الا قتلتي شي واحد كتزيدك 10 اش بي من الدم ديالك نتايا. وما كاينش غير هاد الباندا هادي, كاين السباع, كاين الكلب وكل واحد اللي كيصلح. بحال دابا الكلب الا كنتي غادي انت غادي كيشبعك هو من لور كيوريك الشامبينيون فين كاين في الماب الفوق. كيقول لك الشامبينيون هذا كيزيد لك الاو بي ماشي الاش بي, لتحت كيزيد لك الاو بي. وكاين ديك السبع هذاك تيخليك تلوتي كثر, كيزيدك واحد 30% من 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 الشكاره ديالك باش تزيد اللوت كثر. وهادو كيفاش كدير باش يوليو عندك انت؟ تقدر كاين اللي كيشريهم, كاين بعض المرات كيحطوا كاين اللي كيكريو. لا ما كيتكراوش. لا اللي كيتشراو ولا كتسبيني عليهم. مره كيعطيهم في شي ايفنت ولا شي حاجه خصك تلوغي تدخل تلعب 3 ايام ولا 4 ايام ولا 10 السوايع. اي حاجه خرجات انت اللي ضروري. واحد في الاول كنت كنلعب باش يكون عندي كل شيء, حيت كل سكين كيخرج خص يكون عندك. ودابا ضروري شين وبلا ما تيتباك خصك ضروري يكون عندك هادشي كامل. شنو هو التكنيك اللي كتستعملها باش انك تضمن انك غطيح لا ديفيرسيتي؟ اول حاجه خصك تخبى بعدا ما تكونش في الاوبن, خصك تخبى في شي دار ولا شي حاجه ولا في شي كاريطه. ثاني حاجه الا كنتي باغي تيري على شي واحد ديك الام اللي كتبرك عليه ماشي كتبقى غير بارك وكتيري عليه, راه كتيري عليه فاس بحال هكا. خصك تطلع شويه الام للفوق باش تجي هاد الشوت ولا تجي في راسو. وهادشي هذا خصو يتقاد في الجينيرال. خصك ديك الريد دوت الثانيه خصو تطلعها شويه, طلعها 100 الا جاتك خفيفه بزاف زيد نقص منها شويه 70 80 ولا 60 بحال هكا. جمال كيفاش نقدروا نديروا باش نطوروا لي بيرسوناج ديالنا؟ لي بيرسوناج كاينين بزاف, كاين تقريبا شحال شي 12 بيرسوناج ولا 13 اللي كيلعبوا بهم بزاف. كاين كيلي عندك كيكون عندك واحد لافونتاج في الجزره مقارنه مع الاخرين. وكاين ماكسيم كتقدر دير الدم دغيا كتهيلي دغيا. كاين اندريو الا ضربك شي واحد بسلاح الدماج ديال الجيلي ديالك ما كيتقادش دغيا, ما كيتفرقعش دغيا. وكيفاش كتقدر تطورهم؟ كتطورهم كتشري لهم لي فراغمون, كتشريهم بفلوس ولا بالجولد ولا كتلعب بهم في الاخر ديال الجيم. كيعطوك راه شحال من فراغمون جمعتي, خمسه ولا سته حيت لعبتي بديك الكاركتر. واش حتى السلاحات هما كنقدروا نطوروهم في فري فاير؟ كاينين سلاحات وكاين السكينات ديالهم. كاين اللي يزيد فيه الدماج, كاين اللي يزيد فيه ريت اوف فاير, كاين اللي يزيد فيه البريسيزون, كاين اللي ينقص فيه الرانج ويزيد فيه دوبل دماج. كاين بزاف هادو راه كيتشرا حتى هما فري فاير. شكرا بزاف جمال على كاع لي زاسوس اللي عطيتينا. مرحبا.